فعل المحمود وقول المحمود إيش الذي يبطئك؟ ما سبب التباطئ؟ ما والله ما سبب التباطئ عن المحمود في فعل وقال وإيثار ثباتي على أمور تؤول بصاحبها تؤول إلى النكال سوى شيء؟ إما الشك فيما به وعد مهيمن ذو الجلال، وإما غفلة مزجت بحمق وتهويسات بطال وضال. ومن لا عنده شك ولا الغفلة بالحماقة هذا ما يتباطأ، إيش اللي يخليه يتباطأ؟ ليش يتأخر؟ الله الله الله، بس هذا يكفي. عندنا جنازة لبعض الشيبان، لمن شاب شيبة في الإسلام في عمل الخير والطاعة وذكر أنفاس الصالحين والأخيار عليه رحمة الله تعالى عبد الحمد. نسأل الحق يرحمنا يرحمه وإياكم وإيانا وأحبابنا موتانا وموت المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين بالرحمة الواسعة، يجعل قبر روضة من رياض الجنة ويجعله من عذاب وقاية وجنة، ويجعل مستقر روحه في الفردوس الأعلى مع الذين أنعم عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويجمعنا به في أعلى الفردوس في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله على حوض النبي المورود، ويجعلنا وإياه ممن سبقت لهم من الله الحسنى، ختم لهم بها بعافية، ويكتب لنا ولكم كمال التوفيق والثبات وبركة في الأعمار وصرفها في خير رضي الله عنه ختمها بالحسنى. اللهم صل وسلم.